Non-vegan. War. Ah, no sweat. They only just make our world more and more dangerous to live in. So even the moon runs away. The Earth stops spinning. The sun is broken almost into pieces, with some giant holes, one ripped in its middle, 20 times bigger than our planet. What's the problem? Oh, it just might fall to Earth. Why? The answer might come too late for you. Eh, and or for all of us. Peace for Ukraine or you reign now. Russia, just go home. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ. Xin xem suprememastertv.com/schedule. This moist and nutritious vegetable dish is slow cooked in earthen cookware, which sets it apart from your average stew. It balances sweet and savory flavors with an infusion of aromatic spices. Berber-style vegan Moroccan mixed vegetable tagine. Continue watching to discover more. The Baha'i teachings explain that human beings are naturally designed to eat plants, not animals, and that, because of this, the food of the future will only be plants. Lauren Anvari, MPH, vegan, and Elham Martyr, JD, vegan. Today's show will be presented in Darija, with subtitles in Arabic, Oloxese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. بينما في المغرب عندما تريد أن تقول شكرا جزيلا لشخص ما ممكن القول شكرا بزاف. اسمي هو رشيد. الدينية والودية المغاربة يصلون من أجل العالم ليعوم السلام والسعادة وحرية بالحب والبركة ورحمة الله. أطلب من الله أن تكون في أمان ورعاية وحماية في رحلة حياتك. Warning, sensitive images. How many copies of this world-shaken image would satisfy your wicked heart? Ah, why bother? It's more original and easier to multiply it by war. That's why you no want peace. مرحبا بكم في عرضنا أسلوب مغربي نباتي بربري خليط طاجين نباتي. اليوم ندعوكم لتنضموا معنا في مغامرة مغربية. المطبخ المغربي خليط العرب وبرابر الأندلس والبحر الأبيض المتوسط. المطبخ ولديه قواسم مشتركة مع مطبخ الشرق الأوسط أكثر من بقية إفريقيا. تلعب الأعشاب والتوابل دورا مهما في إبداع المطبخ المغربي. الأعشاب والتوابل المستعملة تشمل النعناع والقرنفل والمعدنوس ورأس الحانوت. مزيج توابل شمال إفريقيا تتكون من 20 إلى 40 نوع من التوابل. يستعمل كثيرا لتنسيم المطبخ المغربي. النكهات الأخرى الشائعة الاستخدام هي الحمض المرقد وزيت الأرغان وزيت الزيتون والأطعمة المجففة.
اليوم يسعدنا أن نشارك معكم نسخة نباتية من أسلوب البربري المغربي، طبق طاجين مختلط بربري باستخدام تقاليد المغربية تأتي على شكل تجهيز المطبخ يسمى الطاجين. هذا من صنع الطين ووظيفة الغطاء المخروطي، يحبس البخار من أجل الطهي، إعادة السائل المكثف إلى الوعاء مما ينتج عنه طبق رطب بنكهات مركزة ورائحة زوينة، بعضها مصمم خصيصا إما للفرن أو للموقع عكس الآخر يستعمل فقط للتقديم، ليس مناسب للطهي والتي غالبا ما تكون مزينة بشكل جميل. لذلك من المهم اختيار النوع المناسب من الطاجين الذي يناسب غرضك. إذا وعاء الطاجين لم يستخدم من قبل، تذكر أن تبللها بغطس صحن في الماء، دهنها بزيت الزيتون ثم ضعه في الفرن لبضع ساعات. تبلل ختم الطين تقوي شكله مما يجعلها أكثر متانة وإزالة أي طعم للطين الخام. كوعاء من الفخار الطاجين حساس للحرارة، لذلك استخدم فقط حرارة منخفضة إلى المتوسطة عند استخدام موقعك أو الفرن لتجنب إتلافه. ناشر الحرارة مطلوب أيضا لتوزيع الحرارة بالتساوي عبر قاع الطاجين. نوع الناشر الحراري يجب أن تكون متوافقة بالموقع الذي تستخدمه. على سبيل المثال إذا كنت تطبخ بموقع غاز فأنت بحاجة إلى استخدام ناشر حرارة مناسب للاستخدام على موقع الغاز. الآن لنبدأ تحضير الخضر. سوف نستخدم الفلفل الأحمر. أولا قم بإزالة اللب المركزي، ثم تقطع إلى أعواد لدينا نوعين من اللفش المقشر، نقطعها إلى نصفين ثم نقطعها إلى نصفين بالطول ومن بعد إلى أعواد. الميزة الفريدة لهذا الطبق أن كل خضروات تقطع إلى أعواد ومكدسة في طاجين الصلصال ليطبخ مثل اللفت. سنقطع خزوة واحدة على شكل عود. من أجل جوج قرعات قم بإزالة كلا الطرفين قبل قطعهم على شكل أعواد. بالمثل نقطع البطاطس المقشرة إلى أعواد بحيث هم من سمك مماثل للخضروات الأخرى. يمكن ضبط الجزء الخضر المستعملة أو استعمال خضر أخرى لتناسب تطلعاتك. بعد ذلك قطع حبة مطيشة مقشرة لصلصتنا. إزالة لب، ربع مرقة ليمون وقطع الجلد. استخدموا الجلد لتحسين الرائحة وإعطاء طبق ذوق عميق.
ثم نرد واحد مشمش مرقد التي نستخدمها لإعطاء خفية حلاوة الطبق. يقطع بعض المعدنوس بعناية سنقوم الآن بتحضير التوابل في وعاء. خلط ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون، نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، ملعقة واحدة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، ملعقة صغيرة من فلفل أسود مطحون، ملعقة صغيرة من التحميرة، وكأس واحد من الماء. حرك وخلط حتى تختلط البهارات وتمتزج. Vegan tested positive for high thinking. مشاهدينا المستنيرين، سنتوقف للحظة أن نشكر الطبيعة الأم، الفواكه والخضر الوفيرة، الحبوب والأطعمة النباتية الأخرى التي تمنحنا إياها. يرجى ترقبوا على تلفزيون كاميرا المعلمات، سوف نعود. Russia, go home. أهلا بكم من جديد في عرضنا خضار طاجين بربري، طاجين خليط نباتي. الآن بعد أن انتهينا من تحضير مكوناتنا، حان الوقت لطهيها في وعاء الطاجين. أو لدينا صاصة مطيشة، لدينا موزع حرارة على هذا الموقد تحت الطاجين. اضبط الموقد على نار متوسطة، صب بعض زيت الزيتون، وأضيف مكعبات مطيشة وهريسة مطيشة حرك المزيج جيدا، ثم ضع ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة من البهارات ماريون في الوعاء. واستمر في تحريك القلي. إضافة مكعبات مرقدة، قشر الليمون ومكعبات المشمش، والاستمرار في القلي من 3 إلى 5 دقائق. Warning, sensitive images. These earth-reeling scenes shook the whole world, but they couldn't move your heart. Please tell, what did move you to stop the murderous war? لقد قمنا للتو بإعداد صلصة لذيذة للطبق. الآن دعونا نكدس الخضر
أعواد في طاجين ونضعهم فوق الصلصة، لذلك يشكلون شكلا مخروطيا مثل تشيبي. يبدأ بالبطاطس في الجزء السفلي، ثم البطاطس تحافظ على شكلها بعد الطهي. صنع قاعدة أكثر استقرارا، وهذا يسمح أيضا بالنشويات طعام لامتصاص المزيد من الصلصة. رتب آخر أربع من البطاطس، لذلك يشيرون نحو المركز. ترتيب الخيزو وعصير كوسة بنفس طريقة بالتناوب مع أعواد بطاطس. احرص على عدم المبالغة في المكدس الخضر إلى الحد الذي لا يمكن إعادة الغطاء المخروط فوقه. استمر في الترتيب حتى يتم تجميع جميع أعواد الخضر بشكل جميل في الطاجين. الفلفل الأحمر يلين بسرعة حتى نتمكن من تكديسه في الآلة، يجعل الطابق ملون. ضع الشيف رول المقطع فوق الخضر ونرتب مخلل الزيتون حول جانب الوعاء. لقد انتهينا الآن من ترتيب الطاجين، والخطوة الثالثة هي قم برش التوابل الرئيسية فوق الخضر. نحن الآن جاهزين لطهي طاجيننا. غطي وعاء الطاجين، تقوم بتغطية إناء الطاجين بغطائه المخروطي لضمان غطائه على القاعدة بحيث البخار لا يتسرب. ضعه على الموقد فوق ناشر الحرارة. يبدأ الطهي على نار متوسطة لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك تقليل الحرارة المنخفضة بعد الطبخ 30 دقيقة. قم بإزالة الغطاء الآن. يمكنك بالفعل شم رائحة طبخ الخضر المختلطة لهذه البهارات المختلطة، إنه يعمل على رفع شهيتنا. نسكب الصلصة من الوعاء ورشه عليها الطبقات الخارجية والعليا من الخضر بحيث هم متمرسون بشكل جيد. يحتفظ وعاء الطاجين بالكثير من عصير بعد هذا الطهي، ولكن فقط في حالة لا يوجد سائل كافي بينما الوعاء يغلي. تذكر أن تضيف الماء، فقط الماء الساخن، لأن الماء البارد قد يكسر الطين. مقبلات مع بعض مفروم المعدنوس والاستمرار في الحساء لمدة 10 إلى 12 دقيقة أخرى. أطفئ الحرارة عندما ينضج الحساء. إذا كنت تفضل ملمسا أكثر ورقة، يمكن تركه ليطبخ لمدة 20 دقيقة أخرى. هذا النمط البربري اللذيذ نباتي مغربي مشكل طاجين نباتي من الأفضل أن تؤكل دافئة. قدمها مباشرة من وعاء الطاجين برفقة البعض خبز طازج مقرمش وشاي نعناع طازج. أتمنى لك وجبة شهية. Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the Berber style vegan Moroccan mixed vegetable tagine, the ingredients are 1 red bell pepper, 2 small turnips, 1 medium-sized carrot, 2 zucchinis, 1 potato, some cauliflower, some pickled olives, a handful of fresh parsley, tomato sauce, 1 tomato, 1/3 cup of tomato puree, 1/4 of a preserved lemon, 1 dried apricot, olive oil for stir-frying, spice marinade, 1/4 teaspoon of cumin powder, 1/2 teaspoon of turmeric powder, 1 teaspoon of ginger powder, 1 teaspoon of ground black pepper, 1 teaspoon of paprika powder, 1 teaspoon of salt or to taste, 1 cup of water. Vegan, prove to yourself that you are love incarnate. مشاهدين النبلاء، شكرا لقضاء الوقت معنا في عرضنا اليوم.
الآن أنتم تعرفون كيف تتعاملوا مع ضيوفكم بطبق طاجين نباتي. نحن على يقين من أنهم سيحبون تفرد الطبق اللذيذ والشهي، وهي طريقة الطهي. التالي هو المعلمة تروي القصص، الجزء الثاني من الثاني، بين المعلم والتلاميذ. مباشرة بعد الأخبار الجديرة بالملاحظة، سمع الله صلاتنا من أجل عالم خير وصالح. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Honduras is one of them. Honduras, Animal Welfare and Protection Law. This law, approved in 2016, prohibits dog people fighting and makes harmful acts towards the animal persons punishable with 3 to 5 years incarceration, making Honduras one of the first Latin American countries to penalize animal individual cruelty with jail time. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Noble viewers, thank you for spending time with us on our show today. Now, you know how to treat your guests to a vegan tagine dish. We are sure that they will love the uniqueness of this delicious and hearty dish and its cooking method. Up next is Master Tells Stories Part 2 of 2 on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May Allah hear our prayers for a benevolent and uplifting world. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not rich. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/VEG.